للحديث مشاهدينا عن الموضوع تنضم إلينا من تونس العاصمة، تنضم إلينا من هناك الصحفية صوفيا همامي للتحدث عن هذا الموضوع. سيدة صوفيا مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. بداية من هناك، ما الذي استجد حتى اللحظة سواء من جانب المعلمين أو جانب الحكومة؟ هل من جديد حتى الآن؟ مساء الخير، أهلا وسهلا بك وبالسادة النظارة الكرام. الآن يعني لا جديد يذكر باستثناء اجتماع تنتظره الأسرة التربوية وينتظره جموع التونسيين، وهو اجتماع يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل لاتخاذ إجراءات تجاه هذه الأزمة، والاتخاذ إجراءات أيضا لما سماه بالوضع الخطير للبلاد. ولكن للتوضيح، وهو أمر مهم حتى نضع الأمور في نصابها وأيضا لتنسيب الأشياء، وهو وجبت الإشارة إلى أن جميع القطاعات في تونس دخلت في احتجاجات وإضرابات وتمت تسوية أوضاعها. ولكن لماذا اليوم نحن نتوقف عند طلبات قطاع التعليم؟ قطاع التعليم، وللإشارة أيضا أنه بدأ بالمطالبة منذ بداية السنة الدراسية بتحديد سن التقاعد، بإشراك الأساتذة في إصلاح نظام التعليم، بزيادة مادية مثل ما ذكرتم قبل قليل في التقرير. يعني الموضوع أظن أنها مطالب بسيطة ولا تستوجب الدخول في أزمة، ولو حسب معلوماتنا، وأنا أتحمل النتيجة، يعني أتحمل مسؤولية ما أقول، أن وهي معلومات مؤكدة يعني إلى حد الآن، أن الموافقة على هذه المطالب قد تمت فعلا، ولكن وزارة التعليم ماطلت نقاب التعليم الثانوي ووضعت شروطا للتفاوض، وهي التخلي عن حجب الأعداد للتصعيد. التصعيد تم من الطرفين. نعم. وزارة التربية تضع شروط، وهي تخلي نقابة التعليم الثانوي عن حجب الأعداد. هذا تم خلال السداسي الأول. إذن هناك استجابة من الجانب الحكومي سيدة صوفيا؟ ولكن نعم، هناك استجابة، ولكن هذه الاستجابة ما زالت مخفية، ما زالت في الدرج. نعم. لا تريد الوزارة، لأنه الموضوع أكبر من هذا الإضراب وأكبر من حجب الأعداد وأكبر من دعيني أكمل إذا سمحتي. تفضلي. الجامعة، يعني حتى يفهم السادة المشاهدين، الجامعة العامة للتعليم الثانوي حين لم يتم التفاوض معها خلال السداسي الأول قررت حجب الأعداد للسداسي الثاني مع مواصلة الدروس والامتحانات، وهذا شهدناه لأن أبناءنا كانوا يذهبون إلى المدارس ويجرون امتحاناتهم. ومع هذا وزارة التعليم رفضت أمام تمسك يعني الطرفين، قررت طيب. رفضت التفاوض. لذلك دخل الموضوع أخذ منعرجا خطيرا، وهو أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قررت الدخول في إضراب مفتوح نعم. مع مواصلة حجب الأعداد، وقامت بترحيل الملف إلى المركزية النقابية. طيب وفي سيدة المقابل صوفيا، أيضا، نعم أعذريني لكن أود أن أستغل وجود حضرتك. تفضل. كيف يتعامل وينظر الشارع التونسي مع مطالب هذه الشريحة المهمة في المجتمع اليوم؟ حقيقة الأمر لا يعلمه الأولياء ولا يعلمه الشعب التونسي، لأن هناك معركة خفية يقودها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ويقودها أيضا رئيس الحكومة السيد الشاهد، وهي تتم تحت ضغط إملاءات صندوق النقد الدولي لخصوصة عدد من المؤسسات العمومية الحيوية، والتي يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل التفويت فيها للقطاع الخاص على غرار الخطوط التونسية، شركة الطبع والغاز، شركة الكهرباء والغاز، شركة سام، وهي أكبر مؤسسة تونسية لإنشاء الطرقات. المطالب الأساتذة مثل ما قلت لك هي ليست تعجيزية عادية جدا، ولكن الحكومة تريد من خلالها توظيف هذا الملف بهدف تحقيق مكاسب مادية ستزيد من ارتهان البلاد، وهو ما يرفضه الاتحاد العام التونسي للشغل. الحكومة شكرا. أيضا وعن طريق نعم، نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا للصحفية صوفيا همامي، حدثتنا من تونس العاصمة.